نشأت أحب الفن وأحب كل ما هو جميل، سواء كان شعر أو أدب أو تراث أو رسم أو تاريخ أو تاريخ أو تأثير أو تأصيل نشأ في قلبي. وكنت أعبر عن هذه الهواجس وهذه المشاعر بأني والرغبة الموجودة عندي والحب اللي موجود ونشأ عندي إلى درجة العشق والحب، فنمت عندي المواهب وكنت أشتغل في التراثيات وأحياء التراث والآثار المصرية القديمة. الرغبة عندي يعني أحب كل شيء جميل، عمل يدوي، رسم، تراثي، معارض جميلة، بناء قديم يعجبني، فأريد أترجم هذا الشيء كحقيقة. فكان عندي صديق نجار ألف رحمة على روحه، أقف عنده أحيانا والفضلات اللي تقع من الخشب باشرت بها أشتغل، اشتغلت أشياء بسيطة، ثمار فاكهة، وأحيانا تطورت إلى أشياء أكثر، الفاكهة ولونتوها أيضا. بعدين اشتغلت بيوت مصراوية المتكونة من الرهرة والغرفتين والباب الخشبي، الأبواب الخشبية المعروفة بالمصراوية القديمة، الأبواب الرخامية على شكل أقواس، الشبابيك المطلة على الشارع، قسم من البيوت إلى كان طابقين أو ثلاثة واقع على النهر. فبدأت أشتغل أمثل هذه البيوت بالخشب، أترجمها من بالخشب إلى البيوت والغرف مبنية، وعمل الشبابيك ومن الخشب للرغبة نمت عندي واتسعت تدريجيا. فاشتغلت ما شفتم جنابكم من قضايا أخرى من الخشب، فضلات الخشب المتبقية من أصدقاء النجارين، وأحيانا أشتري خشب صاج أو خشب جاوي أو خشب أبيض، فضلات أسقلها وأضفها أو أضفها لحاجتي لها من شبابيك أو دنق رخامية أو جدار أو تطعيم بالخشب أو كي حتى بالنار، وأحولها إلى بيوت مصراوية. فبعد المصائب والنكبات اللي حلت بالموصل العزيزة ومحلتها الميدان الذي محيت عن أثرها كلها، اشتغلت في إحياء قسم من تلك التراثيات وتلك الآثار التي نشأت ولاحظتها بعيني وأحسست بها، كنت أشتغل بها وأنتجت، والحمد لله قدرت أن أنتج هذه اللي عرضت عليكم بالشاشة. بس أشنو الرغبة والحب والعشق لتلك المناطق لا يغيب عن بالي، سواء كان بناء بيوت أو أبجات أو خانات قديمة أو دكاكين وطراز القديم، طراز المهد والجص والعقد القديمة، والبيوت الميدان المشرف على النهر من المرمر والحلان والفوش الموصلي العريق، تلك البيوت التي نادرة في مواقعها حتى في أي مدينة في العالم، الميدان المطل على النهر مباشرة مبنية بشكل عمودي على النهر. بيوت كبيوت اسكندر مراد وبيت مطلوب وهاج عبد الله الخشاب وأبو عباس، بيوت نادرة على الماء مشرفة، مع الأسف لم يبقى لها أي أثر. عوجاتها وعوجات حوش الخان المنطقة القديمة المؤثرة، تلك العوجات الرفيعة الضيقة جدا بصعودها وانخفاضها ودرجاتها، والتي تنتهي بكنائس الموصل الخمسة في حوش الخان المهمة،
والطرق المؤدية إلى باب شارع نينوى وشارع النبي جرجيس وقنطرة الجومرد وسوق العطارين وباب القلعة الأثري القديم وحمام القلعة التراثية الذي بنيت في الزمن العثماني والذي كان باب القلعة ميناء للموصل العريقة والخشابين الخشابين رحمه الله جميعا سوق الميدان القديم الذي كان مركز الموصل باب الجسر القديم العطارين الخانات الأحواش النعل البندية الأشكال القديمة كلها أنا وعيته وأحسسته وعشت ما بينها وقسم من أهلي الله يرحمهم يتجاوز عنهم كلهم فمنطقة مهمة تركت يعني أثرا كبيرا في نفسي هذه إحياء هذا التراث ويبقى خالدا إلى أجيالنا وأجيال أجيالنا القادمة ليتعرفوا على تراث الموصل العريق الأصيل وكيف كان آبانا وأجدادنا وكيف كانت العادات والتقاليد والحياة الاجتماعية لتلك العوائل